دكتور أشرف، أحب أسأل حضرتك سؤال. إحنا النهاردة عنوان الجلسة بتاعتنا الشباب يغير قواعد اللعبة. في رأي حضرتك إيه هي أصلاً قواعد اللعبة؟ طب وإزاي في وجهة نظر حضرتك الشباب يقدر إن هو يغير قواعد اللعبة؟ وليه الشباب محتاج إن هو يغير قواعد اللعبة؟ خليني سامح إن شاء الله. أنا يعني الأربع أسئلة أو الثلاثة اللي أنت طرحتهم دلوقتي أنا في خلال 10 دقايق جايين هحاول أجاوب عليهم. يعني أنا عملت البرزنتيشن كنت أعملها بالإنجليزي، بس بعد ما اتفقت أنا وسامح وعبد الرحمن امبارح إن أنا باعتبار إن إحنا النهاردة جلسة عن الشباب، وبالتالي أنا عدلت بس فهتكلم بالعربي وأنتوا عندكم بقى الترانسليشن بس. أنا هجاوب على الأربع أسئلة دول بسرعة. يعني إيه جيم تشينج، قواعد اللعبة، وإزاي إحنا يعني ليه محتاجين إن إحنا نتغيرها وإزاي نغيرها، وهقف شوية صغيرين عند اللي اتعمل في المنصورة يونيفرستي. الشباب يعني قواعد اللعبة هي تغيير، هنا تغيير ترتيب الدماغ، وكلمة ليرنر اللي أنا كاتبها هنا مش مقصود بها الستودنتس، لكن مقصود بها إحنا أولا كأعضاء التدريس العاملين. أنا بتكلم طبعا على منظومة التعليم العالي وكل العاملين اللي موجودين في المنظومة، سواء كانوا عاملين أو أعضاء التدريس أو طلاب. طيب ليه إحنا محتاجين نغير قواعد اللعب؟ التريجر زي ما إحنا سمعنا في الثلاث أيام اللي فاتوا، التريجر لتغيير قواعد اللعبة هي ما حدث في الثورة الصناعية، وإحنا شفنا وسيادة الوزير عرض وفخامة الرئيس اتكلم عن إحنا دلوقتي في الثورة الرابعة والخامسة وفي الصناعة، ودول بيجوا بسرعة جدا. الرابعة والخامسة دول ما خدوش يعني 10 سنين أو أقل عشان نخش فيها. طيب الثورة الصناعية دي لما حصلت عملت إيه؟ أول حاجة عملته هي غيرت الجوب لاندسكيب، شكل الوظائف زي ما كرم كان بيتكلم دلوقتي في الإعلام، شكل الوظائف اتغير. يعني في أرقام زي ما شايفين على الشمال 75 مليون، دي من استادي اتعملت سنة 2018، مليون وظيفة على مستوى العالم بدأت، وفي المقابل بدأوا بيقلوا في نفس في الوقت الثاني 133 مليون واحد بدأوا يبانوا وظائف جديدة. لو شايفين الشكل هتعرفوا يعني اسامي الوظائف اللي بتقل وبتزيد في الناحيه الثانيه. لما نيجي نشوف بقى كمان، ودي مهمه جدا جدا، الفيجر اللي على الشمال، احنا دلوقتي مين اللي بيعمل الشغل؟ في ناس بارت تايم، ممكن واحد قاعد في بيته بيجي يشتغل عنده يومين، ممكن الفريلانسر بداوا يشتغلوا دلوقتي، ممكن في نفس الوقت بقى مين يعني او ازاي الشغل بيتعمل؟ بدا يخش الروبوتكس وبداوا الارتفيشال انتليجنس اشتغلت زي ما حضرتك فضلت، والمهندس ممكن دلوقتي يساعد في عمايل العمليه. امتى الشغل يتعمل؟ ما عادش فيه حضور وانصراف، كل واحد قاعد في مكانه وبيشتغل الى ذلك. كل دي هي اللي بدات تتغير نتيجه لكده. كمان بقى في الامبلوي الفيوتشر امبلوي، يعني الموظفين اللي موجودين دلوقتي بقى ليهم برنسبلز مختلفه زي كمان عن اللي كانت موجوده. لازم يبقى عنده فليكسبل ورك انفايرمنت، ازاي يشعل في الانفورميشن، واخر اثنين دول مهمين جدا، ان هو ازاي يبقى ليدر، وازاي يبقى يقدر يتعلم ويعلم. دي مهمه جدا في الكلام. طيب الحاجه اللي بعد كده، وده الفيجر ده مهم جدا برضه، لسه زي ما كرم بيك كان بيتقال قد ايه المكن بدا يعني يطغى على كده. لما تشوفوا شكل الهيستوجرام ده، احنا كان في 2018 المكن تقريبا بيمثل 29% من الورك فورس، لكن احنا في 2025 يعدي ل 52%، وبالتالي اعتمادنا على الاوتوميشن بدا يزيد، وده برضه ليه امباكت كبير جدا على الشغل. عشان كده يا شباب السكيلز دي بدات تبان، سكيلز او المهارات بدات تختلف عن زمان. شايفين العشر مهارات دول، ازاي يبقى عندنا كريتيكال ثينكينج، ازاي يبقى عندنا تفكير ناقد، ازاي يبقى عندنا نقدر نحل المشاكل، لازم نبقى ازاي نبقى خلاقين، ازاي نقدر نتعاون، ازاي نقدر نعمل كومبليت، ازاي يبقى عندنا القدره ان احنا نكون قواد، يعني قائد للشغل، الكلام من ده. طيب دول هم
الحاجات اللي حصلت نتيجه للثروه الثوره الصناعيه اللي حصلت. طيب ازاي بقى احنا كمجتمعات او كالتعليم العالي او التعليم ان جنرال بدانا نشتغل بقى؟ ده بدا يغير او يخلق ما يسمى بالليرنينج ايكو سيستم، النظام الجديد للتعليم. بيشمل، انا هتكلم على 5 حاجات سريعا، حاجه خاصه بالتكنولوجي، تكنولوجي ورك بليس اللي كانت اتعمل على الكالتشر، على الـ على الـ على الليرنينج كالتشر قد ايه اتغيرت، على الكونتنت المحتوى التعليمي على الليرنرز، وزي ما قلت لكم هنا الليرنرز المقصود بيها البيبل، اعضاء التدريس وطلاب وعاملين. ثم الاستراتيجي بتاعه التعليم اتغيرت ازاي. لما نيجي نشوف التكنولوجيكال ورك بليس، يعني المحيط العمل التكنولوجي، دول الحاجات اللي هم 7 حاجات دول اللي هم بيكونوا زي ما بيقولوا جامعات الجيل الرابع: السمارت كامبس والسمارت ليرنينج والسمارت اسيسمنت والسمارت كلاس روم وسبورت. كل الحاجات دي ويغلفهم جميعا الحوكمة الإلكترونية للسيستم. دول الحاجات اللي عملوا أو اللي بدأوا يبانوا في التكنولوجيكال ورك بليس عشان ننقل إحنا من جامعات الجيل الثالث إلى جامعات الجيل الرابع. الحاجة الثانية بقى ودي المهمة، الاستراتيجي. زمان كل الناس اللي شغالين في الجودة كان بيسمعوا الاي ال اوز، يعني ايه؟ يعني الليرنينج اوتكمز. احنا كنا بنتكلم على مخرجات تعليم. الدنيا اتغيرت دلوقتي وبتتكلم على كومبتنس، على جدارات. قد ايه الطلبه دي عندها جدارات؟ ولو شفتوا الحاجات اللي موجوده فيها برضو بتتكلم اساسا على السكيلز، منها الكريتيكال ثينكينج، ازاي تعمل ريال وورد جوب سكيلز، مش مجرد ان احنا بنعلم الولاد في الكتب لحاجات مش هيلاقوها في الوقت اللي او في المحيط العمل كمان. الحاجه تانية في اللي احنا غيرناه في الكونتنت، الانتر ديسيبلينري بقى، ما عادش في حاجه اسمها يعني فيسيولوجي لوحده، ما عادش في حاجه اسمها راجل بيدرس حقوق لوحده، واحد بيدرس طب لوحده، لازم يحصل تناغم وتداخل بين المواد العلميه المختلفه عشان ما يسمى بالانتر ديسيبلينري اللي ميتينج. النقطه دي مهمه جدا، اللي بعد كده اللي هي الليرنينج كلتشر، الثقافه التعليميه. هنلاحظ فيها ان احنا بقى عندنا ممكن ناخد سنجل سايت ومالتي سايت في اللي هي الليرنينج نيتشر، يعني ممكن ناخد جزء هنا واكمله بره، ده ممكن، اودي ولد من عندي ياخد ترانسكريبت من بره ويجي. بقى عندنا اونلاين وعندنا اون سايت وعندنا الهايبريد، يعني اذا طريقه الستايل بتاع التدريس اتغير. بقى عندنا تولز اتغيرت، بقى عندنا دلوقتي السيميليشن، ان احنا نشتغل يعني بالسيميليشن او فيرتشوال رياليتي اساسا، ده كله ما كانش موجود زمان. احنا كاطباء كنا بنشتغل على العيان، دلوقتي ممكن يبقى في حاجات تانية ممكن نشتغل عليها. البروفايدرز دي مهمه جدا، كان زمان الواحد يعني كل واحد بيقعد في مكانه بياخد الشهاده بتاعته من مكان واحد، لكن دلوقتي بقى في ممكن يبقى دبل ديجري وفي جوينت ديجريز في كلام من ده. الكيس ستاديز والكوبريشنز بقى ليها دور كبير جدا في الليرنينج بوليسيز. الليرنرز بقى ده مهم جدا، لازم الدماغ يتغير، ترتيبة الدماغ واللي موجود فينا كناس، يعني سواء كان بوليسي ميكرز او ناس اساسا اعضاء هيئة التدريس او طلاب، يبدا مخنا يتغير، نبدا نكمل، يبقى عندنا الكريتيكال ثينكينج ده، نبقى موجود التيم وركينج، كرياتيفيتي، ديجيتال ليتراسي، والاثنين الاخرانيين دول زي ما كنا بنتكلم في الفيرست سيشن اللي هي ايه بقى؟ انفورميشن تكنولوجي، ولكن لا يزال الهيومن تاتش، لا يزال اللي هي البيرسوناليزيشن اللي هو البني ادم، اللي هو لازم يبقى ايه، اللي هو ده بدا يبان دوره ويبان اكتر في الثوره الصناعيه الايه؟ الخمسه. عشان كده زي ما قلت دول ال5 حاجات دول هم ما هي او التغيرات، او احنا كهيئات تعليم عالي استجبنا لما يطلبه الجوب بروفايدرز بالكلام اللي احنا قلناه ده، ال5 حاجات دول علشان نقدر احنا نخلي ولادنا اللي طالعين عندهم السكيلز، المهارات التي تؤهلهم ان هم يقدروا يلاقوا شغلهم ويقدروا يلاقوا ما يحتاجه الجوب بروفايدرز. طب احنا عملنا ايه في المنصوره؟ المنصوره اللي ما يعرفش هي جامعه بقى لها 50 سنة او اكتر، يمكن تمام. الجامعه دي هي السادسة في الترتيب بعد في ترتيب الانشاء، لها رانكينج الناس كلها تعرفه، لكن انا هقول لكم على اول حاجه هنمشي خطوه بخطوه، زي يعني خلي بالكم من الساعه اللي بتلف فوق او السهم. التكنولوجيكال ورك بليس عندنا اي تي سنتر، بيعتبر يمكن اول سنتر او اكبر سنتر موجود في الجامعات المصريه. السنتر ده قدر يكون تقريبا
سوفت ويرز، يعني 53 سوفت ويرز دول بيستخدموا في كثير سواء كان عندنا في المنصورة أو في جامعات أخرى خارج المنصورة. تمام؟ الكلام ده كمان هذا السنتر قدر يعمل موبايل ابس. موبايل ابس دي لبوث الستودنتس والستاف. موبايل ابس ده منه الولاد يقدروا او اعضاء التدريس يقدروا يديروا العمليه التدريسيه بتاعتهم، وعضو هيئه التدريس يقدر يدير كل حياته من خلال هذه الابس اللي موجوده. المهم الثاني كمان، لما جت وزاره الاتصالات سنه 2020 عشان تقيم جاهزية الجامعة انها تكون اساسا جامعة من الجيل الرابع، الكلام ده كان موجود اللي هي الباي شارت اللي موجودة على اليمين في الـ 34 capabilities في 7 domains بتوع السمارت يونيفرسيتيز. كنا احنا في فترة 2020 only 41% partially complete. لما احنا اشتغلنا عليهم لمدة سنة هذا الكلام اتغير، بقى احنا السنة دي بقينا 44 fully complete و 56. يبقى احنا بنشتغل على technological workplace. يس، بنشتغل زي ما الدنيا كانت بتقول. في الاستراتيجي الكوريكولم تشينجز بدات تتحسن، كلنا كجامعات بدانا نغير للكومتنس بيز ونعدل اللوائح بتاعتنا. لكن الاهم من هذا ان احنا بندور على الاكسترا كوريكولم تريننج للايه للطلاب علشان يقدروا ياخدوا ويزودوا المهارات اللي هم يعملوها. دول امثله من الحاجات اللي موجوده، اللي هي الكارير ديفلوبمنت سنتر اللي موجوده في اللي اتعملت مع عن طريق الاميد ايست في جامعات مصر المختلفه. اللي على اليمين فوق ده تكنولوجيكال سنترز موجود في كليه هندسه، واللي تحت الاي تي اي ده السنتر اللي اتعمل بالاشتراك مع كل مع وزاره الاتصالات عشان هو اتبنى عندنا، لكن بيدي للولاد أنشطة أو يديها كورسز في الاي تي موجود. تمام. طيب بالنسبة للكونتنت زي ما اتكلم، احنا بنتكلم على انترا ديسيبلينري. يس، احنا عندنا 47 برنامج في الفترة اللي قبل فترة البكالوريوس و 66 في البوست جراد. دول منهم اتعمل في آخر ثلاث سنين في الأندر جراد حوالي 25 برنامج. يعني احنا ماشيين مع ما يتطلبه العصر، ان يبقى عندنا انترا ديسيبلينري بروجرامز أساسا. الكالتشرز بقى دي مهمة جدا. في الكالتشر لو جينا نشوف الكلام اللي احنا بنتكلم عليه على الشمال تحت اللي هي ليرنينج بروفايدرز، احنا عندنا ديجريز موجوده مع جامعه مانشستر، عندنا دلوقتي دبل ديجري وجوينت ديجريز مع في الهندسه مع الويسترن ومع نوتنغهام، ويمكن مع لوفيل هيبقى خلال الشهر الجاي هنمضي معاهم الاتفاقيه على الدبل ديجريز. يبقى احنا ماشيين على السنجل والدبل سنجل وجوينت والديوال ديجريز. المهم اللي بعد كده كمان بقى بالنسبه للليرنينج ستايل، قدرنا عن طريق البلاتفورم بتاعتنا، البلاتفورم اللي احنا عاملينها واللي جت في فتره الكوفيد، قدرنا. انا عايز اوريكم بس الارقام دي، اول الرقم اللي في الثاني تحت اللي هو ثاني كولم تحت ده 4 مليون واحد دخلوا علشان يشوفوا هذه، 4 مليون طالب دخلوا علشان يشوفوا الحاجات اللي موجوده على البلاتفورم ده. الرقم اللي هو 2.6 مليون اللي فوق دول اللي كملوا للاخر. ال 1513 ده عضو هيئه التدريس دخلوا وعملوا ال 24224 دول الحاجات الماتيريالز اللي اترفعت من الاعضاء هيئه التدريس على السيستم. يبقى احنا البلاتفورم بتاعتنا دي ساعدتنا في فتره الكوفيد ان احنا نقدر نعمل الكورسز بتاعتنا. اليوتيوب ده احنا اليوتيوب شانلز ده السيلفر شيلد، السيلفر شيلد اللي خدته الجامعه نتيجه من بعض اللي حصل في كليات عمليه موجوده كده. بالنسبه بقى للسيميوليشن والفيرتشوال رياليتي، واحنا يمكن ده برضو مثال الموجود فوق دون في قسم الفسيولوجي زي هم بيستخدموا فيرتشوال لابس. لكن اللي انا عايز اقوله ده برضو بالنسبه للطب اللي الصوره على الشمال تحت دي، ده كان لسه الناس اللي ليهم في الجراحه اللي هي الانسيجن اكاديمي اللي يعرفوا الانسيجن اكاديمي دي ويعني ده برضو بلاتفورم موجود لتعليم الجراح الاطفال، وده ده من خلال الاي كي بي وخلال برك المعرفه احنا طلعنا من التوب بيرفورمانس في هذا ولادنا كطلبه في استخدام هذا هذا النظام. احنا الموبيليتي يمكن زي ما كان بيتكلموه في السيشن اللي قبل كده، احنا بنسمح للولاد زي ما قلت ان هم يسافروا وييجوا. يبقى احنا دلوقتي ماشيين مع كل حاجه في الليرنينج كالتشرز كده. شباب انا اخر حاجه بس عايز يعني اختم بيها، اسالكم سؤال، هل مهاره شيكابالا تقل عن مهاره محمد صلاح؟
The answer is no. تمام؟ لكن إيه الفرق بين محمد صلاح وشيكابالا؟ إن محمد صلاح اشتغل على نفسه، قدر يبني نفسه، وده اللي أنا عايز أوصله لكم. إحنا كبروفايدرز وسوق العمل الاثنين بندور على سكيلز، بندور على مهارات. فأنتوا لازم تشتغلوا على نفسكم، لازم تخلوا النهارده the start of something new، ودايما كل يوم to be stronger than yesterday. وانتوا لازم تعملوا ايه؟ get game changing skills. ازاي تزودوا من المهارات بتاعتكم علشان توصلوا او يبقى عندك كارير احسن. اللي انا عايز اوصلكم، انتوا the game changer. ده مهم جدا. لو ما كانش عندكم هذا الاحساس ان انتوا لا تلعنوا الزمان والمكان والانسان، لكن غيروا من نفسكم. وانتوا لو غيرتوا من نفسكم، كل الناس لازم هتشتغل عشان تغير وتخليكوا انتوا قادرون على ان انتوا تبقوا احسن في سوق العمل. شكرا لكم. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور اشرف، نصايح قيمه جدا.